يساري مهاري نجم كبير سواء في اتلتيكو مدريد او طبعا في فالنسيا. صحيح كان نجم في اتلتيكو مدريد، لكن في فالنسيا يعني الاسم والشهره والنجوميه كلها الحقيقه ميغيل انخيل ميستا، نجم طبعا فالنسيا واتلتيكو مدريد السابق، هدفنا دلوقتي في السادسه، يعني خليني ارحب فيه في البدايه وبشكرك كل شكر. اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي وشكرا على مشاركتك معنا في السادسه، اهلا وسهلا. إنه لشرف لي أن أتواجد معكم وأنا سعيد للغاية باستعادة ذاكرة الأيام الماضية كلاعب والأهداف التي سجلتها. لعبت الاثنين من أهم وأكبر الأندية الإسبانية، فالنسيا وأتلتيكو مدريد، التجربة الأفضل بالنسبة لك إيه؟ حسنا، لا أقول أن تجربتي مع فالنسيا، لأننا حصدنا 4 ألقاب خلال 5 سنوات وهو أمر رائع بالتأكيد. لقد لعبت مع جيل رائع للغاية ومدرب جيد مثل رافا بينيتيز المدرب الشهير الذي قادنا للقمة وقمة النجاح، ولهذا أعتقد أنه بدون أدنى شك تجربتي مع فالنسيا هي الفترة التي لا يمكن أن أنساها. ليه ابتعد فالنسيا من وجهة نظرك؟ يعني أنت كنت في جيل حقق ألقاب كتير لفالنسيا وهو من الأندية اللي بتظهر وتختفي، ليه غاب فالنسيا لفترة طويلة عن تحقيق البطولات والألقاب؟ الوضع الاقتصادي تغير كثيرا في النادي وبشكل خاص في إسبانيا. هناك ما يسمى في إسبانيا بالضبط الانضباط الاقتصادي وقواعد اللعب المالي النظيف، ولهذا الفريق يعاني، النادي يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، ولحسن الحظ أن الفريق استطاع أن يصعد الكثير من اللاعبين الموهوبين من الفرق الناشئين، لأن الأمور الاقتصادية باتت أصعب عما كانت في فترتي. طيب قبل ما أروح لديربي مدريد خلينا أسألك في نقطة مهمة جدا كإسباني، أو أولا قبل ما تكون نجم من نجوم فالنسيا وأتلتيكو مدريد، يمكن في يعني لفترة طويلة من السنين كان برشلونة وكان ريال مدريد بشكل أساسي، وبقيت أندية أسبانيا بشكل عام بتضم أهم لاعبي كرة القدم على مستوى الكرة الأرضية، وده يمكن ساهم بشكل كبير جدا في نجاح الليجا وانتشارها وشعبيتها، وساهم كمان في سيطرة الأندية الإسبانية لفترة طويلة على الشامبيونز ليج مثلا، إذا ما كانش الريال يبقى البارسا لسنين طويلة، وده ساهم في فوز وتتويج إسبانيا نفسها بكأس العالم لأول مرة في تاريخها. لكن بعد كده حصل تراجع كبير جدا على مستوى كل الأندية بما فيهم الريال وبما فيهم البارسا، شايف ده إزاي؟ وإمتى تستعيد الأندية الإسبانية قدرتها مرة تانية من وجهة نظرك؟ هل هي القصة اقتصاد فقط؟ هل هي قصة سيولة مالية فقط؟ ولا في أسباب تانية؟ أعتقد أن الأمر يتعلق بمشكلة الأجيال وتعاقب الأجيال، لأن تواجد ميسي ورونالدو في برشلونة وريال مدريد في فترة من الفترات هذا ساعد بشكل كبير على تقوية الليغا، والاقتصاد الدوري الإسباني كان من أقوى الاقتصاديات في دوريات العالم، والليغا الإسبانية كان من أفضل الدوريات إن لم يكن الأفضل في وجهة نظري، والأندية الإسبانية كانت في هذا الوقت تقوم بانتدابات قوية للغاية، ولهذا أعتقد أن الليغا في ذاك الوقت كان قوي للغاية، ولكني في الفترة الأخيرة أعتقد أن هذا الأمر تراجع إلى شكل كبير، لأن الأندية باتت تنفق اموالا طائله والصفقات. هرجع للانديه الاسبانيه وفرصتها في المنافسه على الالقاب الاوروبيه الموسم ده، بس خليني ابتدي معاك بديربي مدريد، اتلتيكو مدريد والريال، فوز كبير لاتلتيكو مدريد بنتيجه 3-1، واللي الحقيقه يمكن ما بيتفرجش او كان بيتفرج ويتابع الدوري الاسباني لو ابتعد عن المتابعه دي وشاف النهارده جدول الترتيب ممكن تجي له صدمه، لانه الحقيقه جدول الترتيب ما حدش اتعود عليه ويمكن ما حصلش في الليجا من سنين طويله جدا. واحد شايف ازاي نتيجه الديربي مدريد وفوز الاتلتيكو مدريد، وهل بتشوف ان ده ممكن يكون دفعه بما انك كنت طبعا نجم سابق في الفريق لانه الاتلتيكو مدريد ينافس على البطوله السنه دي؟
بدون أدنى شك أعتقد أن الأندية الثلاثة المرشحة للقب هي برشلونة وأتلتيكو والريال. بالنظر لقائمة اللاعبين التي يمتلكوها أعتقد أن مسألة جيرونا هي مسألة وقت. المفاجأة أن جيرونا ينافس في الصدارة مع برشلونة أعتقد أنها مسألة وقت، ولكن مع وجود الأسماء الكبيرة في أتلتيكو مدريد والريال وبرشلونة أعتقد أن المنافسة ستنحصر. أما فيما يتعلق بنتيجة الديربي أعتقد أن النتيجة لم تكن مفاجئة إلى شكل كبير، لأن أتلتيكو دخل في المباراة بكل قوة واستطاع أن يسجل هدف مفجر، هدف مبكر في الريال، وهذا ما أعطى الأفضلية لأتلتيكو. ولكني أعتقد في نهاية الأمر أن المنافسة ستنحصر بين هذه الأندية الثلاثة.